الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. انتقل إلى الأمجاد السماوية سعادة العين ميشيل حمارنة عن عمر يناهز 86 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز. وقد ترأس المرحوم عدة مناصب هامة في المملكة، ومنها أمين عام وزارة السياحة والأثار، ومدير لمكتب سمو الأمير الحسن بن طلال، وعضو في مجلس الأعيان الأسبق، ومدير للمعهد الملكي للدراسات الدينية، وغيرها الكثير من المواقع الهامة. هذا وفي وقت سابق أجرت فضائية نورسات وضمن برنامج قامات وطنية لقاء مع المرحوم الأستاذ ميشيل حمارنة. وهذه مقتطفات من اللقاء الذي أجرته الدكتورة باسمة السمعان، المديرة الإقليمية للفضائية في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين. دعنا نعود للوراء ونسألك عن نشأتك الأولى، طفولتك، بيتك، دراستك منذ الابتدائية حتى وصلت للجامعة الأمريكية في بيروت. هيك بموجز استعرض فيها حياتك من بداياتها. يا ستي، أنا مثل ما ذكرتي من مادبة. نعم. وفي ذلك الوقت عم نحكي احنا على الأربعينات من القرن الماضي، لم يكن في مادبة إلا مدرستين، واحدة للحكومة وكانوا يسموها مدرسة معارف، وهاي كان الصفوف فيها للرابع ابتدائي فقط. نعم. وفي مدرسة لكنيسة اللاتين. أنا من الأرثوذكس المسيحيين، فما كانوا اللاتين يقبلونا لا الأرثوذكس ولا يقبلوا الطلاب المسلمين. سبب أنه ما عندهم مكان كافي لأولادهم، يعني أولاد طائفتهم. لذلك بعد هيك كان لازم واحد يروح لعمان أو موقع آخر. صدف أنه جاءت مجموعة دينية أمريكية وفتحوا مدرسة في مادبة، اسمهم الألاينس، كنيسة الاتحاد، وهاي خرجتنا من الصف الثامن ابتدائي. بعد ذلك لازم نروح إما لعمان أو للكرك أو للسلط، هاي المدارس المتوفرة اللي موجودة للتعليم للثانوية. للثانوية هلا انتقالك من الدراسة الجامعية والدراسات العليا كمان كملت في بوسطن في أمريكا. نعم. في تخصص برضو بالاقتصاد؟ لا، في بوسطن كانت بعثة حصلت عليها في مجال كانوا يسموه ماس كوميونيكيشن، اللي هو إعلام. إعلام، نعم. ماس كوميونيكيشن بس كان أوسع من الإعلام كإعلام، كان يدخل فيه أيضا الإحصاء. أيوة. لأنه الإحصاء مهم جدا طبعا لمعرفة وين تروحي في الإعلام. نعم. يعني تروحي بهذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه، بدي أعرف الكلاينتيل تبعي مين هو. فدرست ببوسطن ماس كوميونيكيشن. ماس كوميونيكيشن. بعد ذلك طبعا رجعت للأردن. نعم. واشتغلت بعد الرجعة في وزارة الإعلام. كنا بمهرجان جرش، أنا كوني بالإعلام بالسياحة كنا نشتغل بجرش أيضا. مهرجان جرش. بدأ مهرجان جرش وبدأته وزارة جامعة اليرموك. والصحيح أنه جامعة اليرموك كان في حينها الرئيس هو عدنان بدران، الله يكون معه دائما. نعم. هذا رجل نبيه، عمل مهرجان، والمهرجان عبر الزمن أصبح شو بدي أقول لك مطلب للفنانين العرب. نعم طبعا. يعني ماجدة الرومي لما نعم. قالت لها في أحد التصريحات تبعها أنه أنا بعد أن كنت أنه أنهفي، يعني ما حد يسمع فيي، طلبني مهرجان جرش. نعم. ومهرجان جرش أخذها من يدها وقفوا على مهرجان جرش. يعني فنانين عظماء، فهي يعني ست فيروز كمان. هل كنت تتمنى أنه يعني إن كانت في الدراسة أو بالعمل أو بطموح أو حتى بهواية، يعني أنه كان كنت ممكن تعمل شيء وما عملته خلال الفترة الجاية؟ لا أبدا، زي لا. ما ذكرت لي كانت الأمور هيك تنوضع أمامي وإنت تمشي معها وأنا أمشي معها. نعم. يعني ما كان إلي خيارات. نعم. وبعتقد أغلب الناس ما عنده خيارات. نعم. الناس تفرض عليها الحياة طرق ومسالك
إذا أنت مش نادم على شيء؟ لا والله لا لا الحمد لله. أنا سعيد والحمد راضي. أنا بتعجبني كلمة الرضا. الرضا نعم. الإنسان الذي يرضى مرضي. نعم يقبل كل شيء في الدنيا. جميل يعطيك الصحة دكتور. يعني أنت كمان لا لا بسيطة آسف لكن لا لا يعني لا الحياة صعبة ترى. في كنت بتذكر أنا اختياريه مثل من طرازي يظلوا يصلوا لله انه خذني. لا طبعا صعب كثير هذا صعب. يعني الانسان يطلبه لنفسه خاصه بعد عطاء وعمل ومسيره خلاص مسيره روح. انا بقول انه الاردن يجب اهله انهم يحموه وما يتركوا حمايته فقط للاجهزه الامنيه. احنا في الاجواء الصعبه اللي بنعيشها في عالمنا اظن كل مواطن يجب ان يكون خفير، لانه هذا التعب الطويل للشعب الاردني يجب ان لا يذهب هباء ويجونا كم من واحد معتوه ويكسر لي جرش ويخرب لي البتره. يعني بدنا نكون كل مواطن خفير. وانا لا أجد مبرر أمام كل الذين يجدوا مبررات للعنف والإرهاب.